المشهد الخامس رحيل الفنان الصديق علاء ولي الدين. ده خبطة كبيرة كانت. علاء ولي الدين ده بالنسبة لي كان كل حاجة حلوة في الشغلانة بتاعتنا في الوسط الفني، لذا سميناه وسط يعني فني. علاء ما ينفعش يوم ما شوفوش، علاء ما ينفعش يوم ما كلموش، علاء ما ينفعش يوم ما هزرش معاه، علاء ما ينفعش يوم ما اتخانقش انا وهو، علاء ما ينفعش كل يوم ما ناكلش مع بعض. في ذكريات كتير منكم. جدا جدا جزء كبير من حياتي هو علاء ولي الدين. وانا يمكن علاء كان اصدقائه وحبايبه كتير جدا، يعني ما في حد تقابله يقول لي يكلمك عن علاء كما لو انه هو صاحبه الوحيد، ودي حقيقه. ولكن انا كان ليا وضع كده غريب معاه، ان انا الصديق اللي في الخفاء، الصديق اللي هو لما بيعوز يبكي فيجي يقعد يعيط فاقعد اعيط معاه وانا مش عارف بعيط ليه. علاء حب، فما فيش مخلوق عارف انه بيحب بصدق غيري، ولكن اصحابه كانت يستحي ان يتكلم في حاجه كده. علاء كان عنده احلام كتيره جدا نفسه يعملها. علاء كان عنده مشكله مع جسمه وتخنه، كان بيزعل قوي من اللي بيتريق عليه ان هو تخين، وما كانش بيظهر ده خالص. فانا حركت جواه، ما تيجي تتريق على نفسك، حب تخنك واتريق عليه. ويوم ما عمل كده علاء ما خلت معتز ابنها الصغير يكلمني ويقول لي ماما عايزاك ضروري. فرحت لها، ايه يا ماما؟ قالت لي خد ده. قلت لها ايه ده؟ قالت لي ده 1000 جنيه. طب بتوع ايه؟ قالت لي دول بعتهم لك علاء اخوك. تبعتني؟ قالت لي علاء جالي في الحلم قال لي ادي علاء 1000 جنيه. انا ما اعرفش، انا ما كنتش محتاج يعني فلوس ساعتها، بس انا مش عارف. هل تعلم ان 1000 جنيه دي كانت سبب سعد في حاجات، فتحت لي ابواب في حاجات، مش كفلوس، كحاله حصلت، كما لو انه بيقول لي انا في ظهرك. وكنت اياميها في الفتره اللي هي يعني خلاص بقى انا علاء مشي وانا خلاص، ما احنا كنا بنحلم نمشي، فانا عايز امشي يعني. كان جات لي حاله كده، ودي جات لي كتير مننا يعني. جات لهنيدي، هنيدي عاش في حاله اكتئاب لدرجه انه كان في صمت دائم. اشرف عبد الباقي اتهز نفسيا يعني، تعب. احمد ادم اكتئب، يعني كل المحيطين بعلاء جات لهم صدمة عنيفة. أنا الصدمة بتاعتي كانت فكرة الهروب، وأنا يمكن من بعد علاء أنا ما بروحش أزور في المدافع يعني، بترعش، بيحصل لي حاجة غريبة جدا، مش خوفة من الموت بالعكس، ولكن بشوف علاء، بشوفه جسدا، بشوفه في عيني يعني. علاء بالنسبة لي افتقدت الضحكة يعني، الحلاوة. وفاته واضح انها غيرت فيك حاجات كتير. طبعا طبعا، اولا ودتني لاتجاه المحبة فينا، قال لنا تعالوا زوركم سيدنا الحسين مثلا. احنا انا كنت في نفس الطريق، بس هو علاء اللي وداني، علاء اللي خلاني اركز حب علاء مرسي. علاء حب انت مهمله يعني، كان عنده حاجات علمهاني كتير رحمة الله عليه.